السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامك. شيخنا اليسير حبيب، أنا عندي سؤال، متى بدأ أو من بدأ بالتراضى عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل كانوا بين الأصحاب يتراضون بعضهم بعض؟ أو يأتي ما بعد فترة الصحابي؟ وما هو الدليل او كيف يستدلون اذا كانوا يترضون وشكرا على الجواب. نشكر السائل الكريم على توجيه هذا السؤال تفضل سماحه الشيخ. شكرا لكم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الاشياء قول ال محمد عليهم السلام. فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على قتالتهم واعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين امين <applause> شكرا للاخ السائل الكريم <applause> وعليه السلام ورحمه الله وبركاته سؤاله سؤال مهم واهميته تتمثل بأن هذا السؤال لعله لم يطرق من قبل، هذا الموضوع لعله لم يطرق أو لم يبحث جيدا من قبل. السؤال مضمونه أنه هذه الظاهرة المتفشية التي نراها في طائفة أهل الخلاف وهي الإكثار من الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وعن شخصيات بعينها منهم بحيث أن المتحدث لا يكاد يذكر اسم يذكر اسم أحدهم إلا وأتبعه بعبارة الترضي بقوله رضي الله عنه وبعضهم يقولون رضي الله عنه وأرضاه ولعلك تلاحظ اصرارا منهم على ذلك واكثارا منه بحيث جرت عليه السنتهم. هذه الظاهره هل هي ظاهره قديمه ام هي ظاهره حادثه؟ ونعني بالقدم ان هل كانت هذه الظاهرة متفشية في مجتمع من يصطلح عليهم بالسلف أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله ومجتمع من يصطلح عليهم بالتابعين فكان أحدهم إذا ما ذكر اسم أحد لابد ان يلحقه بقوله رضي الله عنه ام ان في الامر قصه اخرى الحقيقه هي ان كل سابر لكتب التاريخ والحديث والاثر او من يضع كتب الحديث والاثر في سياق تاريخي متوال. فانه يكتشف ان هذه الظاهره ظاهره حادثه لم تكن معروفه عندما يصطلح عليهم بالسلف. كتب الحديث كتب الاثر تدلنا بوضوح على أن إقران أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه واله بعبارة الترضي هو أمر حادث من كتبة الحديث ومدوني السنة والأثر والنساخ ومن هؤلاء انتقلت هذه العادة الحادثة إلى ألسنة المتحدثين فتجد الآن الخطيب البكري لا يكاد يذكر اسم احد من هؤلاء إلا ويردفه برضي الله عنه وأرضاه مثلا لاحظوا أنتم أقدم كتب الحديث عند القوم هم يقولون ان اقدم مصنف حديثي وصلنا هو جامع معمر بن راشد، تصفحوا هذا الكتاب، طبعا على الخلاف عندي في ثبوت ان جامع معمر هو اول المصنفات، اني اذهب اكثر الى ان موطأ مالك هو اول المصنفات لان جامع معمر هو في الحقيقه لم يصلنا الا عن طريق راو هو عبد الرزاق الصنعاني وعبد الرزاق متاخر عن مالك ايا كان. الان هذا جامع معمر مثلا مطبوع اليوم موجود كذلك. تصفحوه هذا من اقدم اصولهم الحديثيه والروائيه. لا تجدون فيه هذه الظاهره، نادرا ما اذا ذكر احد من اصحاب النبي صلى الله عليه واله في هذا المصنف او في هذا الكتاب يردف بعباره رضي الله عنه. وحتى هذه الموارد النادره التي ربما لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحده هذه الموارد مظنونه مظنون وضعها من قبل الناقلين والكتبه والنساخ كما سيتبين ان شاء الله في هذه الجلسه كذلك موطا مالك وهو ايضا من اقدم مصادرهم الحديثيه لو انك تصفحت موطا مالك لاستنبطت لا هذه الحقيقة وهي أن الترضي هذه العبارة هي في الحقيقة زيادة تبرعية تبرع بها من كتب الحديث أو نقله أو انتسخه لا أن هذه العبارة كانت في أصل الحديث. كمثال على الذي نقول <applause> انتبهوا. مالك متى توفي؟ توفي سنة تسعة وسبعين بعد المئة. يعني مئة وتسعة وسبعين. والذين نقلوا عن مالك موطأه كثر من أبرزهم أو أشهرهم علي بن زياد معن بن عيسى يحيى بن يحيى الليثي محمد بن الحسن الشيباني هذا صاحب أبي حنيفة وجماعة يحيى بن بكير جماعة نقلوا موطأ مالك لو رجعت إلى موطأ مالك المطبوع بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي، لوجدت لو هذه الرواية المرقمة برقم 1749. لاحظوا الرواية. مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب، وهو يحلف بأبيه، يعني آه كان عمر في ركب ماشي والنبي صلى الله عليه واله ادركه وهو يحلف بأبيه يعني يقول لا وابي مثلا يحلف بأبيه هو عمر بكبره ما يسوى لا شيء بعد ابوه شنو يطلع اللي يحلف به مثلا على اي حال فقال رسول الله صلى الله عليه واله ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت الآن في هذا الحديث هل وجدتم ترضيا عن عمر بن الخطاب؟ مع أن الراوي عن عمر من ابنه يعني ابن عمر لم يترضى عن ابيه وهو ينقل هذه الحادثه المتعلقه بابيه والحديث النبوي الشريف المرتبط بها ما ترضى عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله ادرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب، لا يوجد اي ترضي ها هنا ولكن تكتشف في نسخه اخرى لموطا مالك رواها يحيى يحيى بن يحيى الليثي وهي مطبوعه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي تكتشف وجود عباره الترضي لاحظوا في هذه النسخه من كتاب جامع الايمان يقول حدثني يحيى اللي هو هذا الليثي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله ادرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعنه الله فقد زيدت هذه العباره وهو يسير في ركب وهو يحلف بابيه فقال رسول الله صلى الله عليه واله ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. اذا هذه في الحقيقه زياده هي من زيادات الليثي هو الذي وضع عباره رضي الله عنه الى جانب اسم عمر فلعل المتلقي يتوهم ان ابن عمر حين حدث بهذا الحديث كان يترضى عن ابيه والحال انه لم يترضى عن ابيه يعني مثل ما يقول إخواننا المصريين يقولون جاب اسم ابو حاف لا قال سيدنا ولا قال حتى رضي الله عن عمر وخلاص هو وطرقه يعني انتهى ومما يجعلك تتأكد من أن أصل الرواية ليس فيها رضي الله عنه خلو باقي نسخ الموطأ بروايات الآخرين منها مثلا راجعوا موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري تجدون الرواية هناك برقم 2223 يقول أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله أدرك عمر وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه لا توجد هذه العبارة كذلك ارجعوا إلى موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني تجدون الرواية هناك برقم 754 وأربعة وفيها اخبرنا مالك اخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله سمع عمر بن الخطاب وهو يقول لا وابي فقال رسول الله صلى الله عليه واله ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله ثم ليبرر أو ليصمت فالنتيجة إذن أن ابن عمر حين كان يحدث عن أبيه ما كان يستعمل هذه العبارة مع أنه والده وأن العبارة إنما زيدت من واحد ممن روى الموطأ يعني حتى صاحب الموطأ وهو مالك لم يزد هذه العباره. وانما واحد من تلامذته من الذين رووا عنه موطأه زاد هذه العباره وهو يحيى الليثي. أوقفكم ايها الاخوه الاكارم على مثال اخر يدلكم على هذه الحاله التطوريه يعني الاحاديث حين كانت تنقل في الصدر الاول في الصدر الثاني في الايام الاولى كانت خلوا من هذه العبارات ولكن مع توالي الزمان بدات هذه العبارات تظهر في الاحاديث وتكثر بل وتستبدل احيانا الى نسخه ارقى فيها غلو انها الحاله التطوريه الداروينيه المعروفه لدى الطائفه البكريه الطائفه البكريه كما قدمنا شواهد عديده على ذلك طائفه داروينيه تتطور عقائدها تتطور مع مرور الزمان، احكامها تتطور مع مرور الزمان، الفاظها وعباراتها ادبها الحديثي الكلامي هذا كله يتطور بحسب اهواء السلاطين تاره، بحسب اهواء ائمه المذاهب اخرى بحسب مصالح ما ثالثه بحسب مفاسده يتحاشونها رابعه وهكذا ديانه مطاطيه كثيره التشكل والتغير والتلون والتطور شوفوا هذا المثال الطريف الذي بين ايدينا كذلك من مصنفاتهم القديمه تعتبر يعني مصنف عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني المحدث الكبير هذا الرجل توفي في سنة مئتين وإحدى عشرة إذا فتحتم مصنفه <applause> تجدون روايه هناك برقم سبعه عشر الف وتسعه واربعين الروايه عن ابي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال نزل تحريم الخمر وهي خمس يعني خمس أصناف من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل هذا كلام عمر لاحظتم أي ترضي ها هنا أي ترضنها هنا لا يوجد هذه اصل الروايه التي كانت هي الاقدم عند عبد الرزاق. طيب عبد الرزاق قلنا انه توفي في سنه 211 او 11. البخاري جاء من بعده وهو متاخر عنه لانه توفي في سنه 256 البخاري في صحيحه اخرج هذه الروايه ايضا ولكن تجد فيها هذه العباره المزيده عباره رضي الله عنه الروايه في البخاري برقم 4619 عن ابي حيان <applause> عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه لعنه الله على منبر النبي صلى الله عليه وآله يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل هذا ما صنعه البخاري انه زاد هذه العباره التي توهمك ان ابن عمر كان يقول سمعت عمر رضي الله عنه، هو ما قال رضي الله عنه ويزيدك تاكيدا على هذا او وثوقا بهذا ان معاصر البخاري وهو مسلم صاحب الصحيح مسلم النيسابوري الذي توفي بعد بضع سنوات من بعد البخاري سنة ميتين وواحد تحديدا أخرج أيضا هذه الرواية في صحيحه ولكنها خالية من لفظ رضي الله عنه أخرجها هناك برقم ثلاثة آلاف واثنين وثلاثين وشوفوا لاحظوا كل الأسناد كلها تنتهي إلى أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر يعني نفس السند يعني في منتهاه حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر الحديث لا يوجد ها هنا فما الذي حصل إذن إنه هذا التطور الرواية في أصلها كما عند عبد الرزاق لا يوجد فيها ترضي مع تقادم الزمان جاء البخاري فزاد فيها الترضي لكن مسلم معاصره لم يزد في هذه لم يزد ولكن هل اكتفوا بذلك كلا يعني هل اكتفوا بزياده رضي الله عنه كلا كانهم وجدوها قليله أو صغيرة على عمر يعني عمر يستأهل شيئا أكبر، فلذا إي أوصلوها إلى شنو عليه السلام؟ هذا أيضا في الجيل الذي يأتي بعد البخاري ومسلم. لاحظوا سنن الدار قطني الذي توفي في سنة ثلاثمائة وخمس وثمانين تجدون هذه الرواية برقم أربعة آلاف وستمائة وأربعة وأربعين يقول حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر عليه السلام لعنه الله على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والعسل والتمر والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل إذا ما الذي جرى في هذا السياق التاريخي الآن؟ أن الرواية في أصلها خالية من رضي الله عنه واية عبارة ثناء أخرى على عمر مع أن المحدث هو من؟ هو ابنه ابن عمر يعني كان يجيب اسم عمر حاف مما يدلك على أن الظاهرة التي لديهم أنهم في ذلك المجتمع مجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه واله أنهم كانوا إذا حدثوا عن بعضهم بعضا أو ذكروا أسماء بعضهم بعضا ما كانوا يقولون رضي الله عنه بل كانوا ياتون بالاسماء كما هي ويقفون عند ذلك الذي حصل هو التطور كتاب الحديث كتاب الاثر كالبخاري مثلا زادوا زاد البخاري رضي الله عنه ولما جاء دور الدار قطني من بعده لم يكتفي بذلك بل استبدل رضي الله عنه ب عليه السلام يعني تخنها كثير مثل ما يقولون كبرها كثيرا يعني فإذا عبارة رضي الله عنه عبارة عليه السلام حين تقال لأمثال هؤلاء هذا أمر حادث لم يكن معهودا كعادة عندما يصطلح عليهم القوم بالسلف وهاك مثالا ثالثا هذا المثال لا يدلك على الزيادة فحسب بل يدلك على التلاعب باللفظ الأصلي يعني اللفظ الأصلي يستبدل لما نطق به أحد هؤلاء ممن يصطلحون عليهم بالصحابة في المطبوع الآن من المعجم الكبير للطبراني هذه, الح هذه الرواية المرقمة برقم ثمانية وثلاثين وفيها قال عمر رضي الله عنه لعنه الله رضي الله عنك يا أبا بكر يعني يخاطب أبا بكر يقول رضي الله عنك يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك يعني هذه شهادة ثناء من عمر على صاحبه ابي بكر وهل يشهد للعروس الا امها يعني لازم بعد لازم يشهد له قصه مفصله على اساس بعدين ما ادري عائشه جاءت الى عمر وسلمته شيئا كان في عهده ابي بكر وهذا كان بعد هلاك ابي بكر فقال عمر رضي الله عنك يا ابا بكر لقد اتعبت من جاء بعدك بعض المخالفين اخذوا هذا الاثر دليلا على ان من السنه اقتداء او تاسيا بمن يسمونهم الصحابه قول رضي الله عنه عن كل شخصيه من هذه الشخصيات خصوصا اذا كانت مثل شخصيه أبي بكر يعني يقولون شوفوا عمر استخدم عبارة رضي الله عنك يا أبا بكر وبالفعل هذا هو الموجود الآن في المطبوع من المعجم الكبير للطبراني العبارة هكذا جاءت ولكن تتفاجأ بأن عين هذه الرواية التي اخرجها الطبراني نقلها اخرون عنه في مصنفاتهم في كتبهم وليست هي ليست هي هذه بل عباره اخرى راجعوا مثلا مجمع الزوائد للهيثمي والهيثمي توفي في سنه ثمانمائه وسبعه تجدون هذه الرواية هناك برقم تسعة آلاف ومئة وسبعين وفيها قال عمر رحمك الله يعني يقول لأبي بكر رحمك الله لقد أتعبت من جاء بعدك ويقول الهيثم معلقا رواه الطبراني ورجاله ثقات كيف ذلك؟ شلون الرواية في المطبوع اليوم من معجم الطبراني فيها قول عمر رضي الله عنك يا ابا بكر. في حين قبل مئات السنوات الرواية ذاتها نقلت من معجم الطبراني في مصدر اخر وهو مصدر مجمع الزوائد للهيثمي وفيها رحمك الله ليس فيها الترضي، فيها الترحم الذي هو امر عادي يقال عن أحد المسلمين أي واحد نقول له رحمك الله ويرحمك الله ورحمة الله عليه ليس بالأمر الذي فيه مزية قد يقال أن الهيثمي اشتبهها هنا أو وقع في سهو مثلا في نقله فنذهب إلى مصدر آخر وهو تاريخ الخلفاء للسيوطي والسيوطي توفي سنة 911 وأحد عشر أو إحدى تجدون الرواية هناك في الصفحة ثلاث وفيها يقول وأخرج الطبراني قال عمر رحمك الله يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك عجيب رحمك الله ما قال رضي الله عنك تقول الثاني هم مشتبه نعطيك الثالث الثالث هو ابن حجر الهيتمي صاحب الصواعق المحرقه ايضا اخرج هذه الروايه او نقلها وقد توفي هذا صاحب الصواعق المحرقه توفي سنه 974 فلاحظوا يعني اناس من عهود في القرنين التاسع والعاشر نقلوا هذه الروايه كلها بلفظ رحمك الله يا ابا بكر راجعوها في الصواعق المحرقه في المجلد الاول الصفحه 248 يقول واخرج الطبراني قال عمر رحمك الله يا ابا بكر لقد اتعبت من جاء بعدك. هل من المعقول ان كل هؤلاء يشتبهون في النقل؟ هذا امر بعيد جدا. فكيف إذا نجد في المطبوع اليوم رضي الله عنك يا أبا بكر وفي من نقل عن الطبراني من قبل رحمك الله يا أبا بكر هذا الاستبدال وقع بفعل فاعل واحد سواه من هو هذا لا ندري من الذي عبث في المعجم الكبير للطبراني وأزال عبارة رحمك الله يا أبا بكر إذ وجدها قليلة في حقه قصيرة عليه وقال أعطيه عبارة أكبر على لسان عمر فوضع رضي الله عنك يا أبا بكر من هو هذا الفاعل الله العالم ولكن لا محال أن هنالك فاعلا قد يكون ذلك الناسخ مثلا الذي نسخ المعجم الكبير للطبراني والذي على ضوء نسخته طبع المعجم الكبير في زماننا ممكن فهذه الشواهد الثلاث تكشف لك عن اي شيء <applause> عن ان هنالك تلاعبا مقصودا وزيادات مقصوده تكشف لك اولا عن ان مجتمع اصحاب النبي صلى الله عليه واله ما كانت العاده جاريه فيه على الترضي فكانوا يذكرون الاحاديث عن بعضهم بعضا وينقلون اسماء بعضهم بعضا بلا ترض وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن الذي حصل أن من جاء بعدهم من أهل الحديث من كتبة الحديث مدونيه مدوني الأثر النساخ مثلا الناقلون الرواة بدأوا يضيفون هذه العبارات بل ويبالغون فيها حتى أوصلوها إلى قول عليه السلام، وبذلك تحول هذا الترضي إلى عادة مع الأسف الشديد. فاليوم المتحدث البكري كل شوية رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه ورضي الله عنه. رضي الله عنه بل يتنرفز يعني اذا واحد يقول له لا تترضى عندنا تتصل بين علينا بالتليفون لا تترضى ما نسمح لك احنا تترضى على المنافقين ما نسمح لك يصر على ذلك يعني لا لازم اترضى طيب انت مو تقول انا متبع للسلف الصالح هذه سيره السلف الصالح ما كانوا يترضون هذا امر حادث واذا نفكر بالمنطق الوهابي يعني اذا استبدل هذه العمامه بالما ادري شنو بالشماغ الوهابي <applause> زين واتكلم اقول هذه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كلكم في النار اللي تقولون رضي الله عنه لما تقولون عمر رضي الله عنه يا اخي ابن عمر ما كان يقول رضي الله عنه عن ابي لما يذكر اسمه حتى هذا المورد الذي فيه من روايه الطبراني ان عمر قال رضي الله عنك يا ابا بكر اكتشفنا انه نسخه متلاعب بها اللفظ الاصلي رحمك الله يا ابا بكر اكثر من هذا ما قال فماذا تفعلون بالنتيجه هو امر حادث لا يمكن المكابره فيه امر حادث من قبل اهل الحديث واهل الاثر والكتبه والناقلين والنساخ والرواه ومن اشبه والا لم يكن من قبل في خير القرون كما تزعمون لم يكن من عادتهم جريان الترضي على ألسنتهم كلما ذكروا اسما من أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وإنا بطبيعة الحال لا نمنع الترضي بالمطلق يعني مطلقا نحن لا نمنعه من حيث المبدأ فإن الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم نحن لا نمنع الترضي من حيث المبدأ من حيث الاصل او بالمطلق لا وانما كل الذي نقوله انه لا يجوز تعميم هذا التردي بحيث يشمل المؤمن من اصحاب النبي صلى الله عليه واله والمنافق الصالح والطالح بل لا بد من التمييز والفرز من تثبت عدالته، من يثبت صلاحه لنا ان نقول رضي الله عنه. <applause> والايه هذه بنفسها لو لاحظتم تابى التعميم لانها لم تشمل جميع المهاجرين والانصار، بل قالت او خصت السابقين منهم. <applause> والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار فهذه الآية بذاتها تأبى التعميم الآن ما معنى السابقين بحث آخر لأننا نختلف مع القوم السابق عندهم سابق في الزمان السابق عندنا سابق في الرتبة يعني خلي شويه هذه ام اوضحها. لانه مشكلتنا العقليه البكريه عقليه هابطه جدا في ادراكها، جدا هابطه. فلذلك تتصور ان معاني القران الحكيم معاني سطحيه. والحال ان معاني القران الحكيم معاني عميقه. ولا يوقفك على هذه المعاني بعمقها إلا أعدال القرآن الحكيم وهم العترة الطاهرة عليهم الصلاة والسلام الذين أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله بأن نأخذ تفسير الكتاب وتأويله منهم إذ قرنهم به وقال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي هم مثلا اهل الخلاف يتصورون ان السابق او هؤلاء السابقون الاولون هم اول من سبق في الاعتراف بالاسلام باعتناق الاسلام وهاجر مثلا يسمون هؤلاء السابقين فيدخلون في هؤلاء من امثال ابي بكر عمر عثمان ومن أشبه الآن مع قطع النظر عن البحث التاريخي المفصل الذي أفردنا له ربما حلقة أو حلقتين من سلسلتنا كيف زُيّف الإسلام والتي بينا فيها أن أبا بكر وعمر ليسا من السابقين أصلا حتى تاريخيا يعني أبو بكر سعد بن أبي وقاص يشهد يقول إنه ما كان أولنا إسلاما ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين خمسين رجلا هذه كلها من موضوعات الآلة الحكومية الدعائية البكرية العمرية العثمانية الأموية هذه كلها كانت على مدى عقود وقرون تعمل لأجل نسج فضائل لهذه الشخصيات السياسية عمر كذلك <applause> عمر اصلا تاخر اسلامه الى السنه السادسه السابعه بعد البعثه ما علينا فلنفترض انهم من السابقين الاولين تاريخيا بهذا المعنى نحن عندنا ان السابق حق السابق والسبق هو السابق في الرتبه يعني لعل رجلا يتأخر اسلامه لمانع من الموانع مثلا وليكن مثل ويس القرني مثلا رضوان الله تعالى عليه لكنه اعلى رتبه من كثير ممن تقدم اسلامهم تاريخيا لانه انما حاز حقيقه الايمان ونحن والمخالفون متفقون على جلاله اويس وان النبي الاعظم صلى الله عليه واله اثنى عليه وامتدحه حتى مع كونه لم يصاحبه ولم يلتقي به اصلا يدخل في شفاعته مثل ربيعه ومضر سامع مثل هالعباره في واحد من امثالها ابو بكر عمر من اشبه رجل عظيم ويس القرني رحمه الله عليه <applause> فالسابق حق السبق هو السابق رتبه وفي اثارنا عن ائمتنا عليهم الصلاه والسلام ان المراد بالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار هم الذين سبقوا الى تصديق رسول الله صلى الله عليه واله في الولايه لعلي عليه السلام. وهذا من كمال الايمان رتبه اكيد الذي يصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه واله ومن ذلك ولايه علي عليه السلام متقدم على الذي لم يصدق صدق ببعض وكفر ببعض حتى اذا كان قد تقدم وقال انا اول من اتى شو نسوي لك اول من اتى عبيد الله بن جحش تعرفونه اذكركم به هذا على معنى اهل الخلاف يصبح من السابقين الاولين لانه من اوائل من اسلم لكن ماذا يفيده؟ ما ان هاجر الى الحبشه مع جعفر الطيار عليه السلام وجماعه المسلمين، هذا من المهاجرين هاجر الهجره الاولى. راح الى الحبشه، مملكه نصرانيه اعجبته فتنصر يعني ارتد وصار نصرانيا ومات على النصرانيه والكفر. أهذا يكون سيدنا رضي الله عنه وأرضاه وندخله في عموم هذه الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فنقول رضي الله عنه لا يمكن وهذه بالمناسبة معضلة عند أهل الخلاف هذه الحادثة التاريخية المشهورة <applause> التي رواها كل اهل السير ابن اسحاق ابن هشام يمكن حتى الواقدي ابن كثير كلهم تقريبا كلهم ذكروا هذه الحادثه ان واحدا من السابقين الاولين ارتد ولا يمكن الترضي عنه فاذ جاز أن يرتد أحد السابقين الأولين علمنا أن هذه الآية الكريمة لا تكون ناظرة إلى مجرد السبق التاريخي بل إن سلمنا بالسبق التاريخي لا بد أن يجامع ذلك السبق الرتبي وأن يختتم أو تختتم حياة هذا السابق على الإيمان والصلاح. هذا ما يقوله شيعة أهل البيت عليهم السلام، شايف شلون نظرة أدق؟ نظرة أمتن أثبت المشكلة بيننا وبين أهل الخلاف هي هذه. نحن مثلا نقول إن عمر منافق مرتد. خلص يجي يستدلك بشنو؟ بهذه الآية يعني بالعموم يستدل على الخصوص، غلط منهجي غلط لأنه لنا أن نقلب الأمر عليك ونقول إذا نستدل عليك بهذا العموم على خصوص عبيد الله بن جحش فيجب أن ترفع اليد عن هلاكه وتقول إنه من أهل الجنة ورضي الله عنه وأرضاه لا تقول بذلك لا أحد يقول بهذا إلا ربما سفهاء القوم في زماننا أنا أتذكر قبل سنوات عديدة رأيت بحيثا مو بحثا يعني من واحد منهم هذول الزعاطيط أهل الخلاف الجدد طالعين شو مسوين؟ واحد طالع طالع له بطلعه قال مستحيل ما صدقنا بهذا الكلام الذي رواه أهل السير أن سيدنا عبيد الله بن جحش رضي الله عنه ارتد وتنصر لا يمكن لا هذا من السابقين الأولين مستحيل فيناقش ويحاول يضعف الآثار ويقول لا والأسانيد ولعبة الأسناد ومدري شنو كذا حتى يطلع لك يا سيدنا رضي الله عنه وأرضاه إجماع المسلمين إلى أن ولد هذا الزعطوط على أنه <applause> أنه مرتد تنصر في في الحبشة يأتي هذا الشخص ويريد أن ينقض هذا كله بفهمه الخاطئ لهذه الآية الكريمة فما علينا من هذا إحنا علينا من كبرائهم كبراؤهم لا يدفعون هذه الحقيقة فإذ جاز أن يكون أحد السابقين الأولين تأريخيا زمانيا جاز أن يرتد فكذلك جاز أن يرتد أحد السابقين الأولين تاريخيا زمانيا كعمر وأبي بكر وعثمان ومن أشبه جازوا أن يرتدوا كذلك الحكم لا بد أن يكون سواء في هذه وتلك في هذا وذاك فإذا كل الذي نقول بعدما بينا أن لا نمنع الترضي بالمطلق وإنما نمنعه بالتعميم كل الذي نقول أنه لا بد من الفرز ما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فمن ثبت صلاحه وانه كما بلسان حال الايه كان محسنا لانه لاحظوا الايه تقول والذين اتبعوهم باحسان يعني لابد ان يكون هذا يعني اذا كان هذا الشرط في المتبعين فكيف بالمتبعين؟ لابد ان يكونوا كذلك محسنين والا لا يصدق الاتباع حينئذ يعني هل يمكن انا ان اكون متبعاً محسنا لمتبع مسيء يصير ما يصير شلون يصير هذا هذا تخالف لابد ان يكون من اتبعه محسنا حتى يصدق علي اني اتبعه باحسان فاذا كان هو اصلا مسيء ما يصير انا اتبعه باحسان اصلا ينتفي هذا الوصف من جذره من اساسه مخالفين ما يفكرون كهنة اهل الخلاف بهائم لا يفهمون لسان حال الايه يتحدث عن الاحسان وهو شرط في صدق حصول الترضي الالهي عن هؤلاء يعني اذا كان احدهم مسيئا كيف يمكن ان يشمله الترضي؟ أو يرضى الله عز وجل عن المسيئين كلا وحاشا زين أبو بكر مثلا محسن أم مسيء الحكم عند من فاطمة الزهراء عليه السلام فاطمة الزهراء عليه السلام هجرته أي قاطعته ولم تكلمه واستشهدت وهي صاخطة عليه أو تسخط الزهراء عليها السلام على المحسن حاشا وكلا ما هذه ديانة الزهراء ولا أخلاقها ولا تربية المصطفى لها صلى الله عليه وآله لا بد إذن بأمارة سخطها على أبي بكر أن يكون مسيئا وأبو بكر اعترف بإساءته في مرض موته ارجعوا إلى ما أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة وصححه قال إن أبا بكر في حديث طويل قال إني لا آسى إلا على ثلاث إحداهن أني كشفت بيت فاطمة عليه السلام إذا كان هذا إحسانا منه لماذا يتأسف عليه؟ يأسى عليه إذن هي إساءة منه إذن أبو بكر مسيء وما دام مسيئاً فلا يمكن أن يكون ممن يرضى الله عنه في هذه الآية الكريمة غير مشمول في هذه الآية شوية فكر معي لا تكن كالببغاء أو البغبغاء الذي يردد ما لق وما سمع <applause> ايها الانسان البكري الذي تسمعني الان <applause> ان شاء الله <applause> لا تجعلهم يصادرون عقلك ابحث بنفسك هذا الذي كشفناه لك الان مثلا واحدة من مخازيهم لماذا تصرفوا في الاحاديث والروايات واضافوا فيها عبارات الترضي؟ من الذي اجاز لهم هذا؟ وما الغايه من هذا؟ الغايه هي ان تعتاد انت على الترضي فكلما جئت باسم ابي بكر تقول رضي الله عنه كلما جئت باسم عمر تقول رضي الله عنه كلما جئت باسم عائشة تقول رضي الله عنه هم يريدون منك هذا والحال أنه أمر حادث ولا أريد أن أقول أنه مبتدع لم يكن مما مضى إن قلت القرآن قد ترضى نقول نعم ولكن القرآن ترضى عن المحسنين عن السابقين الأولين سبق رتبة إلى الإيمان والإحسان لا بالمطلق حتى يدخل المنافقون ويدخل المسيئون والظلمة والفاجرون ونحو ذلك هذا أولا ثانيا إن الذي نقول إن اتخاذ الترضي عادة اقترانية كلما ذكر اسم صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله هو أمر غير لازم. أي أن تاركه لا يأثم. انتبهوا جيدا. يعني حتى لو كان المترضى عنه صالحا ما من اثم لترك الترضي عنه فهذه المبالغه والاصرار من اهل الخلاف على الترضي مع علمهم بانه امر يستفز مشاعر شطر المسلمين هذا امر لا ينبغي يعني من باب المجاوره بالحسنى من باب الوحده الاسلاميه والوطنيه وتمتين الاواصر وتعزيز العلاقات ان تحترمونا في مشاعرنا فتكفوا عن هذه العاده القبيحه لا اقل في شان الشخصيات المختلف عليها يعني انتم تعلمون ان قولكم ابو بكر رضي الله عنه امر يستفزنا، لماذا الاصرار عليه؟ لا هو من سنه النبي صلى الله عليه واله. النبي اكان كلما ذكر اسم ابي بكر يقول رضي الله عنه؟ كلا. بل ولا حتى من سنه اصحابه صلى الله عليه واله. كما تبين معنا في هذا السياق التاريخي. بل غايه الذي حصل ان جماعه في الوسط خلينا نسميهم من امثال البخاري ما ادري الدار قطني امثال هؤلاء جاؤوا بالوسط وزادوا في الروايات هذه العبارات مشايخكم البهايم شافوا هذه العبارات في الكتب فنقلوها إلى ألسنتهم قاموا صعدوا على المنابر رضي الله عنه رضي الله عنه أرض رض أرض رض أنتم تلقيتموها فتبرمجتم عليها اتكوكتم صار تكويك المخالف ما يشتغل إلا رض لازم رض حتى يشتغل بغير هذا ما يرتاح يعني يا أخي نقول اسم أبو بكر واسكت خلص بعد جيب اسم عمر واسكت عائشة واسكت. ليش يعني هذا الإصرار والنرفزة والأذية على شنو؟ يعني لماذا تجعلون هذه العبارات تقسمنا؟ (ألا تمدون يد الصداقة؟ ألا تمدون يد الوحدة؟ والألفة؟ تريدوننا أن نتآلف؟ بطلوا هذه العادة القبيحة. بطلوها. نتآلف. أما أجلس معك في مكان واحد وأنت تتعمد استفزازي عمر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنه من ما أدري منه رضي الله عنه هذا ما يصير تأذيني تؤذيني أنت تعلم خلافي مع هذه الشخصيات تعلم, أن تعلم أنني أرفضها في الله جل وعلا أبرأ إلى الله منها ليش تكرر احترم نفسك واحترم ما بيننا من جيره، من الفه، من علاقات حسنه، نحن ندعو اليها دائما وكف عن هذا التصرف القبيح. لا تاتيني باحاديث تقول ها انظر هذا قال رضي الله عن ذاك قال رضي الله عنه، هذا امر حادث لم يكن مما مضى ولا تاثم بتركه هذا لو فرضنا ان هذه الشخصيات صالحه فكيف لو ثبت أنها طالحة في الحقيقة أنت حينئذ تأثم أصلا بإصرارك على الترضي عن هذه الشخصيات على أي حال قد ثبت بهذا السياق التاريخي أن هذا الإكثار من الترضي أو اتخاذه عادة لم يكن من سيرة الأوائل فإن قلت فكذلك الصلاة والسلام على أهل البيت هو أمر حادث على هذا المعيار نقول لا سواء لماذا؟ انتبهوا إلى نقطة مهمة جدا الترضي <applause> عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله هو في أحسن حالاته في الكتاب والسنه إخبار لا إلزام لا أمر قد أُلزمنا به أما أهل البيت عليهم السلام فالصلاة عليهم والسلام عليهم في الكتاب والسنة إلزام فيه صيغة الأمر تقول لي شلون؟ أوضح لك الله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا شوف خطاب امر يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعاد أعداهم هذا امر الزام فرق ذاك اخبار والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم، الله ما قال يا ايها الذين امنوا ترضوا عنهم هكذا ايه موجوده في القران الحكيم؟ كلا، هكذا حديث عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله موجود؟ ما موجود هذا اخبار نعم يجوز للانسان ان يقول رضي الله عنه على سبيل الاخبار او على سبيل الانشاء اي على سبيل الدعاء لهم مثلا ممكن هذا يصير للصالح منهم قلنا فقط. ما يسوي ايضا لا ياثم يعني مثلا اتي واقول روي عن خالد بن سعيد بن العاص واسكت ما اثمت انا ما خالفت امرا الهيا او نبويا او تاديبا نبويا لا اقل. لا مع انه يستحق الترضي رضوان الله تعالى عليه خالد بن سعيد يستحق ولكن في شان النبي واهل بيته الامر مختلف هنالك امر قراني بان نصلي على رسول الله صلى الله عليه واله وأن نسلم عليه او نسلم له على اختلاف التفاسير ونبينا الاعظم لما سئل عن تفسير هذه الايه اقرن معه اهل بيته الطاهرين وهذا بالاجماع لكم ان ترجعوا مثلا الى صحيح البخاري الحديث رقم اربعه الاف وسبعمائه وسبعه وتسعين وفيه انه قيل يا رسول الله لما نزلت هذه الايه قيل يا رسول الله اما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاه عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اذا النبي بتفسيره هو من تصدى صلى الله عليه واله لتفسير المراد بهذه الايه كيف تمتثل للامر الالهي في الصلاة على رسول الله لا يحق لك أن تقول اللهم صل على محمد وتسكت لا بد أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد وتريد الكمال والفضل تقول كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية هذا فرق لما ناتي الى شخصيه من شخصيات اهل البيت الطاهرين عليهم السلام فامر الله لنا وامر رسوله صلى الله عليه واله ان نصلي ونسلم على هذه الشخصيه. ما يصير اقول قال امير المؤمنين علي واسكت خاصه اذا عد ذلك من الجفاء او من الاستخفاف لا سمح الله. بل أقول عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام مثلا صلوات الله عليه وعلى هذا جرت سيرة المسلمين قديما وحديثا الآن الوقت لا يسعني أن آتي بسياق تاريخي آخر يدلك على العكس أن قضية الصلاة على أهل البيت السلام على أهل البيت كانت متقدمةً في عصر اصحاب النبي صلى الله عليه واله كان بعضهم هكذا يفعل ثابت بالنص احدى تلك الموارد كدير كدير الضبي من اصحاب النبي صلى الله عليه واله هم روى البخاري نفسه في التاريخ الكبير يروي يقول كان في صلاته هكذا يسلم السلام على النبي يعني في تسليم الصلاه السلام على النبي والوصي علي بن ابي طالب عليهما السلام شوفوا الفرق في السياق التاريخي تكتشف ان الترطي عن اصحاب النبي صلى الله عليه واله امر حادث جاء في زمان البخاري وامثاله ما كان معهودا عندهم في زمانهم المتقدم أما الصلاة والسلام على النبي وأهل بيته كان أمرا أصيلا فيهم جذوره موجودة في ذلك المجتمع الأول فلا سواء لا سواء حاشا وكلا أن يكون أئمة أهل البيت عليهم السلام حالهم من حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أقل صغير من اهل البيت الصالحين عليهم السلام اعلى من اعلى اصحاب رسول اعلى من اعلى كبير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله هكذا قال امير المؤمنين عليه السلام في مؤدى كلامه نحن اهل البيت لا يقاس بنا احد تتذكرون إخواني ذات مرة في إحدى جلساتنا لعله في الليالي الرمضانية بحثنا هذه المقولة التي تنسب إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام واكتشفنا أمرا جديدا لم يكتشفه يعني لم يوفق إليه غيرنا فيما نعلم وهو أن حديثا واحدا لامير المؤمنين عليه السلام قطع لثلاثة اجزاء ومن هنا وقع الالتباس وكان هذا التقطيع بفعل فاعل من الفعله اولئك كعلى عادتهم يعني اللي يراجع محاضراتنا اهل السنه ام اهل الخدعه بعض جلساتنا البحثيه كذلك وهذه الجلسه كذلك يعرف ديدن القوم ما هو في التلاعب بالآثار والأحاديث وإضافة كلمة وإزالة كلمة وأحياناً قص الكلام وإفراد كل مقطع على حدة حتى يلتبس المعنى على السامعين أو على السامع يعني هم يروون أن أمير المؤمنين عليه السلام شنو كان يقول يقول آه ان ابا بكر وعمر خير هذه الامه مضمون الحديث صحيح ويقولون يستدلون به ودائما يجيبون يقول شوفوا هو علي بن ابي طالب بنفسه يشهد بان ابا بكر وعمر خير هذه الامه وافضلها لما تتبعنا المصادر والطرق والحديث شفنا موضوع ثاني شفنا انه الحديث الاصلي قطع لثلاثه اجزاء وأفرد كل جزء على حده الحديث الاصلي هكذا كان ما هذا الحديث أمير المؤمنين صعد المنبر وقال ما هذا الحديث الذي يذكرون إن أبا بكر وعمر خير هذه الأمة وأفضلها نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد. لما تخلي تركب كل الأجزاء مع بعضها بعض كلها مروية عندهم ترى كلها مروية بس مقطعة تركبها بدلالة من روى تكتشف الحديث في أصله بتمامه فتفهم معناه أنت إذا تاخذ الوسط تظن أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفضل أبا بكر وعمر على نفسه حاشا اقتطعت هذا الوسط من السياق في حين أمير المؤمنين عليه السلام كان في سياق الإنكار صعد المنبر وقال ما هذا الحديث الذي يقولون شنو هاي الكلام اللي تقولونه إن أبا بكر وعمر خير هذه الأمة وأفضلها إن أهل البيت لا يقاس بنا أحد فعليك أن تكون ملتفتا لهذه التلاعبات منتبها لهذه التقطيعات والتصرفات والزيادات وما وال يحذفونه كذلك ما ينتقصونه كذلك مقص الرقيب مثل ما نقول الاستبدالات هذه كلها لما تقف عليها حين تقف عليها جيداً تكتشف الخدعه الكبيره الخدعه المتمثله بتاسيس مذهب قائم على الحيل على الخدع على الاكاذيب على التلاعبات ومع الاسف ان هذا المذهب سمي باهل السنه وهو ابعد مذهب ما يكون عن السنه